بعد. سو الشغلة السيستم تبعنا انه بيقدر يروح على كل شيء قديم يقراه يفهمه ويقول لك انه هذا البحث العلمي مطابق للسؤال اللي انت عم تدور عليه. فاذا سؤالك كان مثل ما قال كريم, اذا انت ما يعني خلينا نعطيك الفرق مثلا بين شيء مثل هذا وبين جوجل. جوجل لحتى تلاقي البحث لازم تدور باسم الدواء, لازم تكون تعرف الدواء قبل ما تدور. تمام. بس اذا ما تعرف الدواء, how can you find it, كيف تقدر تلاقي الدواء, كيف تقدر تلاقي شيء ما بتعرف اسمه. هذا الفرق بين الاي اي اللي عندنا اياه وبين مثلا محرك بحث مثل جوجل. سو الشيء المهم هون انه لما بتطلب اي طلب تسال مثلا شو هن الادويه اللي ممكن يعالجوا اي نوع من انواع الكورونا, اي فيروس من الفيروسز اللي هن في كثير انواع كثير كبيره. السيستم تبعنا بيعرف شو هن كل الفيروس واحد واحد, بيعرف شو هن الادويه, وبيعرف كل الابحاث اللي اشتغلت ولقت اي علاقه بين هدول الاثنين. سو لهذا السبب قدر يقدم للباحث هذا البحث واحد من اول actually كان الجواب رقم 6 يعني باول صفحه موجود الجواب. وكان غريب لانه ما عم يحكي عن اي مرض, يعني ما يعني عم يحكي عن دواء يستخدم مثل ما قلتوا للضغط. سو مع ذلك قدر يفهم انه هذا الجواب, هذا البحث جواب لهذا السؤال, رغم انه انت ما ذكرت الدواء بالاسم. ما بعرف اذا هيك جواب على سؤالك. طبعا المساله واضحه. طيب فكره التعامل مع بقيه اطراف المساله, لان انت النهارده اكيد مش ده التساؤل الوحيد اللي انتوا الجهد مستمر في التعامل مع مساله الذكاء الاصطناعي والتعامل مع مساله كورونا. ايه التساؤلات التانية اللي بتحطوها دلوقتي؟